وللحديث عن نقص التمويل لدى الأمم المتحدة في برنامج مساعدات النازحين ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. حياكم الله أستاذ ضياء. حياكم الله، السلام عليكم وتحياتي للجميع. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ ضياء، ما خطورة إعلان الأمم المتحدة وجود نقص بتمويل مشاريعها في العراق بما يخص النازحين بنسبة 82% برأيك؟ حقيقة هذا الأمر ليست بغريبة، عندما تعلن الأمم المتحدة عن عجزها لتمويل الأشياء الأولية للساكنين أو للاجئين الموجودين في المخيمات، هذا الأمر صعب، لأنه حتى الأمم المتحدة هي عاجزة. العجز هو يعود إلى الحكومة العراقية، لأن الحكومة العراقية هي مسؤولة عن رعاية المواطنين إذا كانوا بالمخيمات وإذا كانوا ساكنين في الأماكن المستقرة، ولكن الحكومة العراقية تسرق وتنهب أموال البلد لصالحهم ولجيوبهم الخاصة، ونحن نعلم والشعب العراقي يعلم والعراق والعالم يعلم أنه هذه المجموعة الحاكمة بالعراق يتقاضون ملايين من الدولارات لرواتب وهم غير موجودين في العراق. يعني حقيقة الأمر احنا نستغرب من الحكومة العراقية من بلد غني مثل العراق يعني يستعطي لإعانة المواطنين مالته، هذا الأمر غريب جدا. وأين هي الحكومة؟ إذا هنالك برنامج مخطط إلى لتدمير هذه البنية العراقية من البشر الموجودين، ونحن نعلم أنه هذه المجموعة البشرية التي تسكن في المخيمات هم شريحة معينة من هذا المجتمع العراقي، وهذه الشريحة هي مغضوب عليها من جهة إيران والحكومة أيضا نفسها. يعني الحكومة هي طائفية بحتة، وهذه الأحزاب الدينية المتسلطة على أرقاب العراقيين في الوقت الحاضر إذا كانت من هذا الطرف وتلك الطرف هم كلهم فقط ينادوا لمصلحتهم الخاصة، لكيسهم الخاص، يعني يبني المشاريع لمصلحته الخاصة. وهذا الأمر يعني من الأمم المتحدة تشيد بهذه الوضعية وتطلب من المؤسسات الحكومية أن تساعدها بهذا الأمر، ونحن نعلم المؤسسات العراقية هي عندها الإمكانية لتمويل هذه بأقرب فرصة ممكنة، ولكن الإعاقة الذي تقع أمامها هي الإعاقة الميليشيات المتزمتة بهذا الأمر، وهي موجهة من ولاية الفقيه الإيرانية. طيب أستاذ ضياء، ما هي أسباب تراجع الاهتمام الأممي بالملف العراقي رغم خطورة الأوضاع التي يعاني منها النازحون التي ذكرناها من إخفاء واعتقالات وإعادة قسرية لمدن مدمرة وسط غياب أي وثائق رسمية لهم؟ لأنه المنظمات الإنسانية والتي كانت تدعم العراق من الصليب الأحمر ومنظمة الديوكونية اللي كانت لها مواقف بالعراق وتدعم العراق كانت تجلب هذه المواد الغذائية لمساعدة المواطنين العراقيين، ولكن حينما تعلم أنه هذه المساعدات تذهب إلى جيوب السياسيين ولا جيوب المتحكمين أو إلى جيوب الميليشيات، امتنعت هذه المؤسسات عن مساعدة العراقيين، لأن هي تعلم 100% هذا لم يوصل إلى اللاجئ أو إلى سكنة المخيمات. هذه المشكلة مشكلة كبيرة أخي. أبسط شيء، هل من المعقول أنه هذه المؤسسة الدولة تخلي 5 ولا 6 معلمين بهذه المجموعة البشرية الكبيرة؟ يعني هل الدولة عاجزة عن توفير المعلمين في هذه المناطق؟ لا، ولكن هي متزمتة بهذا، هي متقصدة بهذا، هي تأتمر بأوامر جهة أجنبية، تأتمر بأوامر ولاية الفقيه، وولاية الفقيه لا تريد الخير للشعب العراقي. نعم، يعني إذن الحكومة أيضا مسؤولة لربما عن تراجع الاهتمام الأممي الحاصل الآن. نعم بالتأكيد، لأنه المساعدات هي أعلنت المؤسسات الحقوقية التي كانت تعمل بالعراق أنه هذه المساعدات قاعد تذهب إلى السراق
وهي ونبه هو الحكومة العراقية واجتمعوا في الحكومة العراقية، صارت اجتماع في الموصل وصار اجتماع ثلاثة اجتماعات في أربيل بهذا الخصوص، أنه حدوا من هذه مشكلة السرقة، حدوا من مشكلة التعامل مع هذه المواد الغذائية وتلف هذه المواد الغذائية أو خزن هذه المواد الغذائية إلى زمن طويل حتى تنتهي صلاحية الاستعمال. هذه المشكلة ونبهت عنها، ولهذا السبب انسحبت المنظمات، قالت احنا لا نشارك بهذه العملية الإجرامية التي تقوم بها الحكومة العراقية. نعم، من ناحية أخرى أستاذ ضياء، لماذا تحتاج الحكومة في العراق لبرنامج وتمويل أممي لاستخراج وثائق رسمية للمواطنين من النازحين كوثيقة هوية الأحوال المدنية أو الجنسية التي تعد كما تعلم حقا طبيعيا للنازحين؟ هذه الحقيقة هو الأمر غريب، يعني أنا الأمر غريب، ذولا عراقيين وفقدوا الوثائق الرسمية بسبب الأعمال العنف اللي صارت في مناطقهم والاحتلال العسكري الذي بدأ في مناطقهم وتدمير البيوت، وخرج الناس هاربين على حياتهم من هذه الأماكن. السؤال هو الآخر، لماذا تمنحون غير العراقيين الإيرانيين والأتراك الأكراد الجنسية العراقية والعراقي المواطن العراقي اللي هو يسكن في العراق وولد في العراق وعاش في العراق لا تمنحوا هذه الوثائق؟ إذن العملية يا أخي العزيز هي مدبرة، والعملية هو ضغط على هذه المجاميع البشرية أو تدمير هذه المجاميع البشرية بالأكمل. نعم، إذا كانت الحكومة تريد إعادة النازحين إلى مناطقهم، ألا يفترض يعني أن يعودوا جميعا دون استثناء منطقة دون أخرى أستاذ ضياء؟ الحقيقة هي هذه بدأت بوزارة الهجرة، أنه صلحت قالت إحنا نعيد المواطنين أو نغلق المخيمات ويعودون المواطنين إلى مناطقهم الذي خرجوا منها، ولكن هذه المناطق هي غير مؤهلة للسكن. يعني الدولة بالبداية خلت أهل هذه المناطق للسكن حتى يعودون المناطق إلى أو تبني بنايات جديدة أو مدن جديدة لإسكان هؤلاء حتى يعودون إلى، يعني كيف أنت تغلق مكان وهو ما عنده مكان؟ يعني وين تخلي هذا؟ يعني العملية يعني معناتها هربوا. هل تعلم يا أخي عدد اللاجئين العراقيين خارج العراق وصل إلى 4.5 مليون لاجئ خارج العراق ويعيشون في كل دول العالم؟ هو تريد من العراق إفراغ العراقيين من العراق، هذا أمر هم قاعد يباشرون عليه من بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة. يعني إذا بدأ الاحتلال ويسمون الاحتلال تحرير، وهي في بلد إسلامي وبلد ودخلت جيوش غير إسلامية ويعتبرون هذا تحرير. يعني كيف تتكلم مع هؤلاء الناس؟ كيف تتكلم مع هؤلاء السياسيين الذين يعتبرون هم رجال دين أو سياسيين دينيين أو أحزاب دينية؟ هل هذه هي الأحزاب الدينية إذا من محتل إلى سمي تحرير؟ وبعدين يعني حتى المرجعيات الأخرى، أخي ارجع للتاريخ، حتى المرجعيات الأخرى العليا الموجودة في العراق ومن ضمنهم السيستاني اعتبرهم ضيوف. شكرا جزيلا لك الأستاذ ضياء الشمري، كنت ضيفا عبر الهاتف من فيينا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، شكرا جزيلا لك.